السلام عليكم. النهارده يا جماعه انا عامل مقلب في محمود اخويا، ان هو مش اخويا، محمود اخويا ان هو مش اخويا. وان شاء الله المقلب هيجي فيه، خليكم معانا. محمود عايز اخويا، عايزك تمور. بص ايه يا اسطى، هو بص يا اسطى، طيب هو موضوع غايه الاهميه. قول يا عم انجز بقى يا عم، ادارك حاجه متحمس يا عم. بص يا اسطى، من الاخر كده انت مش اخويا. ليه يعني يا عم؟ بشوف الصورة دي بس كده، حلوة كده؟ يا عم ولا انت مش اخويا، بقول بص الصورة. يا عم انا مش مصدقك يا عم. لا بس وحش. حش ليه؟ يا اسطى لازم تظبط بس في الكاميرات، اتكلم جد شوية. يا عم ايه هو الموضوع؟ بس انا مش اخويا. ليه؟ الله. يا اسطى وانت صغير؟ ها؟ يا عم يا عم والله ايه؟ خليني احلف. لا انت مش اخويا اصلا من الاخر، بقى انت مش اخويا. لا فين ام ابويا انا يعني؟ ام ابوك مش مسلمين اصلا. مش مسلمين؟ امال جايبيني منين انا يعني؟ من جنب المعهد اليهودي. معهد يهودي؟ امال عشان دلوقتي يعني مش فاهم برضه. بص يا اسطى وانت صغير اه جينا لقينا واحد بيعيط كده ملفوف لفه كده شخ على نفسه في حاجه في المعهد اليهودي. جنب المعهد اليهودي. معهد اليهودي ولا ايه معهد؟ جبناه وقلنا هنربيه اه علشان ايه؟ اه ناخد نفسك في سواد. في الولد اللي زينا اللي سابوني تعمل فيه امر ابوها. ده اهلا. ابويا وامي قالوا هنربوه بس محدش يقول له غير لما يبقى عنده 15 سنه ولا حاجه. وانت دلوقتي كمان انت عندك 10 سنين. اه فانا حبيت اقول لك عشان حبيبي تشوف طريقك. ما انت بتدخلني المدرسه يا عم. عشان تجاريفي وانت مش اخويا، مش عارف نقول لك طول النهار. مش عايز نقول لك انت جاريفي. اصلا من الاخر انت مش اخويا. ثانية عايز اقول لك حاجة دلوقتي، معبد يهودي يعني معبد يهودي فين؟ معبد يهودي فين؟ اه ما كنتش سافرت، ما ماما هي طلعت فيها ما كنتش سافرت. معبد يهودي ده فين يا ربي؟ مش فاكر بزي. انا اعرف الاطباق تبقى لسه ده لسه اللي فيه، حتى اللي هم الناس اللي هم الاسرائيل دول متهيألي كده في فلسطين. لا احنا مش لان احنا هناك في مصر هنا بس جنب المعبد اليهودي. هو في معبد انت ايه؟ في معبد يهودي يا عم مش مصدقك، مش مصدقك ده ازاي؟ امال امي وابويا دول مش امي وابويا يعني؟ دول مش امي وابويا؟ طب انا هجيب لك رساله. امي وابوك كان سايبينها معايا، كانت محطوطه في الدفه بتاعتك في البومبارز اللي انت كنت شايفها. مسحتها وابويا. سبحان الله. عايز حاجه؟ مش مصدقه. هوريك الرساله. انا عمري ما شفت القلم اللي قبل كده على فكره. كنت خبيها فين؟ يا عم حطها هنا. ايه يا استاذ الرساله؟ يا عم سوري يا مدى يا اسطى ايه ده بس يا اسطى ما تهزرش. رسالة لما بابا بعتها لي. لا ما فيش، انت بص فيها. انا بس اللي ببص. ايه فيها حاجة وحشة من بعد شكل زي شوفي لما بابا بس مني. ابني العزيز، نحن تركناك جنب المعهد اليهودي. امي ده امي اللي هناك بقى، الناس اللي هناك كانوا شايفينها في البيبرز بتاعك. ايوه لا اهلك. اهلي يعني؟ اهلك رموك؟ اه وحطوا بتاع لا يعني عشان يشوفوا المسلم يعني؟ اه مسلم يعني؟ لا مش كنت كنت انا مش مسلم. امال اللي حصل؟ انتوا عيله بقى مسلمه خدوني اللي هم انتوا؟ عيله مسلمه اللي هم انتوا خدتوه. ايوه احنا ربطوني على فكره. ايوه عشان كده درستي بقى وعرفت كل حاجه عن الاسلام. ماشي اصبر بقى، احنا نقول تركوك الورقه دي بيقولوا فيها ابن العزيز نحن تركناك هنا من اجل ايه بقى؟ لانك انت كنت بتطلع عيد اللي جابونا. ليه؟ كده. بص حسوك انك هم عندهم خمس عيال. كده تبقى بلد كده عشان استغنوا عليا انا عشان خمسه تانيين او اربعه تانيين. هم عيال. اه. فهم وكبر فمش عارفين يعتنوا بالسادس. مش عارف ومش عارفين يودوه فين. ولا عارفين يسموه ولا عارفين يودوه فين. فرموه جنب المعبد اليهودي. فاحنا كده خدناه فتركوه في الجرايد ويقولوا لك على اسمك وبياناتك وحاجات. احنا طبعا اتولى الورقه دي مش موجوده، كمان الجسم من عندنا وشخصيه كل حاجه. ماشي؟ طيب ولا ايه؟ بدات تصدقني. بدات تصدقني؟ ما كنتش مصدقني الاول؟ لابس الصوره حلوه، اسمع مني الصوره حلوه. لا ايه ده بس اسمع للاخر. المهم بقى تركوا الورقه دي معانا وقالوا لنا ان انت ما كانش اسمك محمود، ده اسمك كرولوس. انت كان اسمك كرولوس. وايه وانت مش اخويا؟ اصل انا عطيت حاجه وحشه في حياتي اللي هي انت شلتوا حاجه من ايديا، شلتوا حاجه
عملت لي حاجه غريبه كده. يا ابني هم رموك من غير ما يعملوا معاك حاجه، اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. حتى هم كاتبين اسم كرولوس ده، ما كانوا اسمه مسجلينه في الشهاده. كانوا مسجلينه في الشهاده، احنا كنا رحنا سجلنا، كانوا قالوا ان الواد ده متسجل باسم كرولوس، كان هم مسجلاكش. لما رغم من اول ما ربنا ان انا اشوفه يشوفوني وحل لا مش وحل، يعني اعترف بيه زياده، ده زياده. اه فانت بقى اسال شوف حالك، ما تزعلش انت مش اخويا. انت مش زعلان ولا ايه؟ لا يا عم لا ما تعيطش، لا لا يا اسطى ما تعيطش، لا لا يا اسطى ما تعيطش يا عم، لا لا يا اسطى ما تعيطش يا اسطى، انا بهزر يا اسطى. لا يا اسطى ما عادي يا اسطى، ما انا ممكن على فكره انا كمان يبقى بس على فكرة انت كمان ممكن تكون انا فرحانة ان انا مسلم وعرفت حاجات عن الاسلام، بس في حاجة هم تركوني ليه دول؟ تركوك ليه؟ عشان انت السادس، فانت عايز تتني معانا تاني، مش عايز تتني معانا وقف 60 دقيقة عشان ما تبقاش اخويا. انا اعتبرك اخويا واعتبر دول ابويا يا عم. انا عايش معاكم عادي، كأني لسه ما عرفتش، عايش معاكم كأني لسه ما عرفتش. ماشي بس على العموم ما تزعلش خالص حبيبي، وخليك معانا. بس انت في النهاية تعرف برضو اهلك وتسلم عليهم. لا مش عايز اسلم عليهم، مش عايز اشوف واحد منهم عشان رموني في الشارع زي الكلب. ليه يا عم؟ ده الكلب حط في البلاية. معلش مش واحد من وعدك يا عم زي الكلب ومسكت يا عم خلاص. طب المهم واقفين دلوقتي ولا تكون معانا؟ احنا مش عايزين نقعدك معانا، مش اخويا ولا ابوك ولا امك دلوقتي. ليه؟ 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 نقول ليه؟ ده جنب المعبد اليهودي. ها؟ يلا حبيبي يلا. راح فين؟ هتروح فين؟ حمش في الدنيا اللي بسعى. هتروح فين؟ اي عد. طب ليه انت متدمع يا ابني بجد؟ تعالى بس خد. وانا حبيت اقول لك حاجه ثانيه برضه، ان ده كان مقلب. خلاص يا عم انا مش هعرف احكمك بس. يا جماعه الحقوا فين الجماعه دول؟ فين الجماعه دول؟ ايه؟ فين الجماعه دول؟ جماعة بتاعتنا ام ابوك يا عم. لا فين الجماعة فعلا؟ فين الجماعة؟ لا يا اسطى بس انت راح توصل. فين الجماعة؟ فين الجماعة دول؟ ايه؟ فين الجماعة دول؟ جماعة مين يا عم؟ خدش بالك بس. الجماعة دول مين؟ مقلب نجاح يا جماعة. مين يا سيدي؟ مين يا سيدي؟ مقلب نجاح. ما عملتش لايك واشتراك خاطر محمد اخويا. يا عم لايك واشتراك ايه يا عم؟ انت لقيناك جنب المعهد اليهودي بجد على فكرة. يا جماعة المقلب نجح طبعا، مقلب نجح هو وقع فيه وقعة غريبة جدا، بس حسيت بيه بقى لما كنت حس بيا اكيد. لا حسيت بيه لما انت ما كنتش اخويا، حسيت بيه كده كنت هتنمي شنطتك بجد. انا كنت عندي درجة مليانة نفسي كنت همشي. انت كنت فرحان، انت فرحت ان انت اخويا بجد بقى الصراحة، ما كانش بقى لما حمومتك بجد انت مش اخويا. ماشي موافق؟ دي موافق كده يا جماعه كون المقلب نجح. نجح ولا ما نجحش؟ نجح. وطبعا لا لايك واشتراك عشان اضرب محمد اخويا. هتعمل فيها مقلب؟ ايوه يا جماعه انا عملت لايك واشتراك وصل المقطع ده 10 20 لايك، وهخلي محمد اخويا اعمل فيه مقلب ومش هقول له المقلب ايه، وهضربه ضرب نار. ماشي يلا سلام. بكده يا جماعه كون المقلب نجح، ونجح نجح نجح تم ان شاء الله، وصدق فعلا كان احنا مش شدته. طبعا احنا شوف بنعمل مجهود قد ايه، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكل جديد، وبلاش من الديسلايك يا جماعه عشان ايه شئمن يعني. واشوفكم الفيديو الجاي، احلى تحيه، سلام.